مركز الرواد بوابتك نحو التميز يقدم دورة تدريب المدربين TOT، برنامج إعداد المدربين بالتعاون مع مركز آفاق بلا حدود في دمشق. انطلق معنا في سماء التدريب المميز. إن كنت راغبا في تأسيس عملك الخاص في مجال التدريب والاحتراف، أو كنت فردا في مجموعة تعمل في مجال التدريب والتطوير، أو كنت مديرا لمجموعة من الأفراد مهتما بتدريبهم، أو محاضرا في مستوى تدريسي أو أكاديمي، انطلق معنا نحو المعالي من خلال دورة تدريب المدربين TOT، حيث الكثير من الفائدة والمتعة والاحترافية بانتظاركم. تعرف معنا على أهمية التدريب وفوائده وممارسته على أرض الواقع، وإدارة الحالة الشعورية للمدرب لكسر حاجز الخوف من الجمهور وتحطيم فكرة التوتر والإرباك في الإلقاء، وبناء هوية المدرب وتحديد الهدف من التدريب، ومساعدتك لتكون مدربا متميزا ومعلما مبدعا. تعرف على أنواع البرامج التدريبية وأساليب التقديم والتعليم، أساليب التعلم عند ماكرثي وطريقة تقديم المادة التدريبية من خلال CPPB، تعلم الاحتراف في التدريب كمهنة وإدارة وتنظيم العمليات اللوجستية، وأيضا لغة الجسد لدى المدربين المحترفين، وإدارة النقاشات والحوارات في القاعة التدريبية. كل هذه المهارات وأكثر من خلال الدورة بقيادة المدرب حسام عطايا والمدرب باسم طنطاوي، مدربان معتمدان في التنمية البشرية والعلوم الإدارية. مدة الدورة 60 ساعة تدريبية لمدة 10 أيام. احصل على شهادة معتمدة من أكاديمية الحياة المتكاملة ILA. للاستفسار والتواصل بإمكانكم الاتصال على الأرقام التالية أو زيارة صفحتنا على الفيسبوك. مع تحيات مركز رواد.